السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال حصتنا اليوم سنتعرف على التيار الكهربائي المتناوب الجيبي في حصة الدعم والتثبيت لمجزوة الكهرباء السنة الثانية إعدادي لمادة الفيزياء والكيمياء. من خلال السنة الأولى إعدادي كنتم قد تعرفتم على الدارة الكهربائية البسيطة، بحيث هذه الدارة تتكون من عدة عناصر أساسية وهي المولد، قطع التيار، مستقبل، وكذلك أسلاك الربط، بحيث أن المولد هو الذي يولد لنا طاقة كهربائية ويعطينا التيار كهربائي التي يتحكم به قاطع التيار بحيث يتمكن من فتح وغلق الدارة. المستقبل فهو عبارة عن جهاز كهربائي يوجد واحد على الأقل في هذه الدارة الكهربائية البسيطة، بحيث يستقبل التيار الكهربائي ويقوم باستعماله واستهلاكه لتشغيل وإنتاج الغرض أو الهدف من هذا المستقبل. كل هذه العناصر مركبة بواسطة أسلاك الربط، وهي مركبة على التوالي. كذلك قمنا بالتعرف أو تمكنا من التمييز بين الموصلات والعوازل الكهربائية. الموصلات هي عبارة عن مواد لا تصل الكهرباء التيار الكهربائي، بينما العوازل هي مواد التي لا تسمح بمرور هذا التيار الكهربائي وعدم اشتغال الأجهزة. منح التيار الكهربائي المستمر الخارج من المولد في دارة كهربائية بسيطة، وهو يتمثل من القطب الموجب إلى القطب السالب وبواسطة أسهم التي تميز منح مسار هذا التيار الكهربائي. كذلك تعرفنا على أن التيار الكهربائي المستمر يتميز بميزتين أو بخاصيتين تتمثلان في التوتر الكهربائي وشدة التيار الكهربائي. التوتر الكهربائي نرمز له بالحرف E، ووحدته في النظام العالمي هي الفولت، نرمز لها بالحرف V، وتقاس بواسطة جهاز الفولت متر الذي يركب على التوازي بين مربطي الجهاز الذي نريد حساب قيمة توتره، بينما شدة التيار نرمز لها بالحرف E، ووحدتها في النظام العالمي هي الأمبير، ورمز وحدتها هو الأمبير، وتقاس بواسطة جهاز الأمبير متر الذي يركب على التوالي في الدارة الكهربائية لقياس شدة التيار الكهربائي المار بهذه الدارة. إذن لقد تعرفنا على مجموعة من المنابع للتيار الكهربائي المستمر. فهنالك مأخذ التيار الذي يتوفر على مربطين، نلاحظ أنهما متشابهين، لا يوجد اختلاف بين هذين المربطين، وهنالك كذلك عمود مسطح الذي يحتوي على قطبين، قطب يحمل رمز زائد أي قطب موجب، وهنالك قطب ثاني يحمل رمز سالب أو ناقص فهو قطب سالب. فما الفرق بين التوتر الكهربائي المستمر الذي ينتج عن هذا العمود المسطح وبين التوتر بين مربطي مأخذ التيار المنزلي، وكيف يمكن التمييز بينهما؟ نستعمل رسم تذبذب الأوسيلوسكوب الذي يساعدنا على التمييز بين الفرق بين هذين التوترين. فرسم التذبذب هو جهاز يساعدنا على معاينة تغير التوتر الكهربائي بدلالة الزمن، فهو يحتوي على عنصرين أو عدة عناصر أساسية من بينها شاشة. هذه الشاشة نلاحظ أنها هي عبارة عن نبيان يحتوي على مربع على محورين أساسيين ومتعامدين، بحيث أن المحور الرأسي يمثل محور التوتر، بينما المحور الأفقي يمثل محور الزمن. وهنالك لوحة الأزرار، فهنالك مجموعة من الأزرار التي تساعدنا على التحكم في هذا الجهاز. فهنالك زر خاص بتشغيل الجهاز وزر التشغيل،
الذي يساعدنا على فتح وغلق هذا الجهاز. هنالك جزء خاص بالحساسية الأفقية. ماذا نقصد بالحساسية الأفقية؟ الحساسية الأفقية هي عبارة عن سلم، بحيث أن كل تدريجة في المحور الأفقي لها قيمة معينة. وكذلك هنالك ما يسمى أو زر خاص بالجزء لضبط الحساسية الرأسية. فكذلك الحساسية الرأسية هي عبارة عن سلم الذي يمثل لنا قيمة كل تدريجة في المحور الرئيسي. إذا أخذنا عمود مسطح وقمنا بربطه بمدخلي رسم التذبذب، إذا رجعنا إلى الصورة السابقة لجهاز رسم التذبذب، نلاحظ هنالك أزرار مختلفة الألوان، بحيث أن الرمز أو الإيجريك فهو يمثل مدخل لهذا الجهاز وهو ممثل باللون الأصفر. هنالك مدخل ثاني الذي يرمز له بالرمز إكس والذي يمثل باللون الأحمر، وهنالك ما يسمى بالهيكل الذي يرمز له بهذا الرمز. إذا قمنا بربط مربطي هذا الجهاز إكس وإيجريك بين مربطي عمود مسطح وقمنا بضبط زر دسي، نحصل على منحنى له شكل خط أفقي وموازي للمحور المحور الزمن، بحيث نلاحظ أنه منطبق عليه. يمكن أن يكون منطبق عليه أو يوجد فوق محور الزمن أو تحت محور الزمن. فإذا لاحظنا أن هذه القيم الموجودة على هذا الخط الأفقي لها نفس قيمة التوتر، إذن فنقول أن التوتر في هذه الحالة فهو توتر مستمر لا يتغير، لا يتغير بدلالة الزمن. بينما إذا قمنا بربط محول يخفض التوتر مأخذ التيار الكهربائي المنزلي وقمنا بربطه برسم التذبذب، أي بين مدخلي رسم التذبذب مدخل X ومدخل Y، وقمنا بتغيير زي الاختيار الإشارة من الوضع الدسي إلى الوضع أسي، نحصل على هذا الشكل، بحيث هنا هذا المنحنى هو عبارة عن تموجات منتظمة ومماثلة للمحور الأفقي للزمن. وكذلك نلاحظ هنالك جيوب، فهذه الجيوب قلنا أنها متماثلة لمحور الزمن ولكنها لا تحتفظ بنفس القيمة، بعكس محور التوتر الكهربائي المستمر. فنلاحظ أن إذا أخذنا هذه النقطة فمثلا قيمتها تساوي 3 فولت، بينما هذه القيمة إذا قمنا بإسقاطها على محور التوتر نلاحظ أنها تساوي 0. إذا بالنسبة للمحور بالنسبة للمنحنى الذي على شكل تموجات، نلاحظ أن قيمة التوتر تتغير بدلالة الزمن، لذلك فهو ليس بتوتر مستمر ثابت، بينما هو توتر متناوب جيبي. التوتر الكهربائي ينقسم إلى قسمين: توتر مستمر فهو ثابت ولا يتغير مع مرور الزمن، ولهذا نلاحظ أنه يمكن أن يكون مطابق للمحور الأفقي أي محور الزمن، ويمكن أن يكون مخالف لمحور الأفقي الزمن ولكن يكون موازي لهذا المحور. وهنالك نوع ثاني متناوب أو التوتر الكهربائي المتناوب الجيبي الذي يتغير مع مرور الزمن، بحيث يعطينا تناوبات متماثلة بالنسبة لمحور الزمن وهنالك جيوب كذلك. نتعرف على أن التوتر المستمر كان لديه مميزات، ذكرنا فيما سبق أن من بين مميزاته التوتر وشدة التيار، فكذلك التوتر المتناوب الجيبي لديه مميزات تتمثل في القيمة القصوى، القيمة الفعالة، الدور والتردد. القيمة القصوى لا تنسيون ماكسيمال هي أكبر قيمة
يمكن أن يأخذها التوتر ويعبر عنها بالعلاقة Mx تساوي Y فوق SV SV ستدير الحساسية الرأسية بحيث أن قلنا أن التوتر القصوي يمثل لنا أكبر قيمة يأخذها التيار أكبر قيمة يمكن أن تكون هذه القيمة ويمكن كذلك أن تكون هذه القيمة إذن فنقوم بحسابها بواسطة هذه العلاقة باستعمال إيغريك إيغريك هي عدد تدريجات انطلاقا من المحور الأفقي للزمن هذا هو محور الأفقي للزمن فنلاحظ أن بين محور الزمن وأعلى قيمة التي يأخذها التوتر هنالك ثلاث تدريجات إذن إيغريك تساوي ثلاث تدريجات في هذه الحالة والحساسية الرأسية SV كما ذكرنا هي التي تمثل السلم الذي يعبر عن تدريجة واحدة وكل رأس تذبذب له حساسية رأسية خاصة به إذن هناك ما يسمى الميزة الثانية التوتر الفعال لتنسيون إفكاس تقاس بواسطة جهاز الفولتمتر ونرمز لها بإي إفكاس وترتبط مع قيمة التوتر القصوي بالعلاقة التالية فهي يمكن حسابها بواسطة جهاز الفولتمتر وكذلك يمكن استعمال هذه العلاقة الرياضية أي 1.41 ضرب القيمة الفعالة الميزة الثالثة وهي الدور لابيريود الدور هو المدة الزمنية التي يستغرقها التوتر الكهربائي لاسترجاع نفس القيمة وفي نفس المنحة ووحدته هي الثانية ويحسب بتطبيق العلاقة T تساوي X SH SH تفيدغ الحساسية الأفقية نلاحظ من خلال هذا الشكل إذا أخذنا هذه النقطة فعند مرور مدة زمنية معينة نلاحظ أن المنحنى يسترجع نفس القيمة ولكن بعد مرور خمس تدريجات إذن فالضوء هو الذي يمثل لنا X مضروبة في كل تدريجة معينة أي في الحساسية الرأسية لكل تدريجة لذلك T تساوي X و SH X عدد التدريجات الموافقة للضوء و SH الحساسية الرأسية التردد وهي الميزة الأخيرة لهذا التوتر المتناوب الجيبي لا فريكونس التردد هو عدد الأدوار التي ينجزها التوتر خلال الثانية واحدة ويرمز له بالحرف S ووحدته العالمية هي الهرتز يرمز لها بHZ وتحسب بالعلاقة F تساوي 1 على T أي مقلوب الدور لاستعمال هذه العلاقة يجب علينا مراعاة أن الدور T يجب أن يكون بالثانية فإذا كان بالساعات أو بالدقائق أو بجزء من الثانية فيجب تحويله إلى الثانية لذلك يمكن حساب هذه العلاقة أو استخدام هذه العلاقة كما ذكرنا سابقا التوتر الكهربائي المتناوب الجيبي لديه أربع مميزات ذكرناها سابقا بينما كذلك التيار الكهربائي المتناوب الجيبي يتميز بمجموعة من المميزات أهمها أنه لديه تردد مساوي لتردد التوتر المتناوب الجيبي وكذلك لديه قيمة قصوية Emax وقيمة فعالة إفكاس يتم قياسهما باستعمال جهاز الأمبيرمتر وتربط بينهما العلاقة التالية بحيث أن Emax تساوي 1.41 ضرب إفكاس إذن سنمر إلى التطبيقات لكل ما ذكرناه سابقا أول تطبيق لدينا بعض الجمل للتعرف أكثر عن مفهوم التوتر المتناوب الجيبي بحيث أن التوتر بين مربطي العمود هو لا يتغير بدلالة الزمن كما ذكرنا سابقا فما هو التوتر الذي لا يتغير بدلالة الزمن هو التوتر
الذي يؤخذ من عمود مسطح، أي توتر مستمر وثابت، لذلك سميناه بتوتر مستمر. يمكن الجهاز من معاينة التغيرات المطبقة بين مدخله وهيكله. الجهاز الذي يتوفر على مدخل وهيكل هو عبارة عن جهاز راسم التذبذب الذي يساعدنا على معاينة تغيرات التوتر المطبق بين مدخل وهيكل هذا الجهاز بدلالة الزمن، بينما يمكن جهاز الفولتمتر من قياس هذا المقدار الفيزيائي. إذن من خلال هذا الجدول سنقوم بترسيخ بعض المعارف أو مقادير الفيزيائية والتعرف على الفرق بينها. هنالك سنتعرف على 6 مقادير فيزيائية على رموزها وكذلك وحداتها في النظام العالمي وكذلك الجهاز الذي يمكننا من حسابها وقياس قيمتها. سنبدأ بإيماكس. عندما نتلفظ بمصطلح U نقصد هناك توتر N فبدير ماكس، يعني U max هو عبارة عن التوتر، قيمة القصوية للتوتر أو التوتر القصوي. التوتر دائما وحدته في النظام العالمي تكون بالفولت، والجهاز الذي يمكننا من حسابه أو من قياسه هو عبارة عن راسم التذبذب. الدور هو عبارة عن مدة زمنية، إذا نرمز لها بالتي أو بالتي ماجيسكول. وحدتها في النظام العالمي هي الثانية أي السكوند، والجهاز الذي يساعدنا على تحديد هذه القيمة هو جهاز راسم التذبذب. القيمة القصوية لشدة التيار. عندما نقول شدة التيار فدائما نتكلم عن قيمة E، بينما القيمة القصوية إذا نقصد بإي ماكس. شدة التيار دائما وفي وأبدا وحدتها هي الأمبير، إذا فوحدة قياسها هي A أي الأمبير. الجهاز الممكن استعماله لقياس هذا المقدار الفيزيائي هو راسم التذبذب. القيمة الفعالة للتوتر. التوتر دائما نرمز له بالحرف U فعال أي U إفيكاس، وحدته في النظام العالمي هو V، بينما الجهاز الذي يمكننا من استعماله الذي يمكن استعماله لقياس هذه القيمة هو جهاز الفولتمتر. F وهي قيمة التردد والتي وحدتها في النظام العالمي هي الهرتز، ويمكننا استعمال جهاز راسم التذبذب لقياسها. E إفيكاس. E هي عبارة عن شدة التيار. إفيكاس أي أن الشدة الفعالة للتيار الكهربائي. وحدتها في النظام العالمي دائما وأبدا هي الأمبير أي A، ويمكن قياسها بواسطة جهاز الأمبيرمتر الذي يركب على التوالي في الذرة الكهربائية. سنمر إلى سؤال آخر بالإجابة بصحيح أو خطأ على مجموعة من الجمل المختلفة. الجملة الأولى، يرمز للتوتر المتناوب الجيبي بالحرفين AC. هذه الجملة هي عبارة عن جملة صحيحة، لأن التوتر المتناوب الجيبي يمثله بأس، بينما التوتر المستمر يرمز له بالدس أو تساوي. يمثل المحور الأفقي لشاشة راسم التذبذب محور التوتر. هذه الجملة خاطئة. لماذا؟ تعرفنا على أن المحور الأفقي لشاشة راسم التذبذب تمثل محور الزمن، بينما محور التوتر هو المحور الرأسي لشاشة راسم التذبذب. الدور هو المدة الزمنية التي يستغرقها التوتر الكهربائي لاسترجاع نفس القيمة وفي نفس المنحة. هذه الجملة عبارة عن جملة صحيحة. يقاس التوتر الفعال بواسطة جهاز راسم التذبذب. لا، ذكرنا سابقا أن التوتر الفعال هو قياس أو مقدار فيزيائي يقاس بواسطة الفولتمتر، لذلك فالجواب خطأ، بينما راسم التذبذب يقيس لنا قيمة التوتر القصوي.
التوتر الكهربائي بالتركيب المنزلي هو عبارة عن توتر متناوب جيبي. فالجملة صحيحة، التردد هو عدد الأدوار التي ينجزها التوتر خلال ثانية واحدة، وهي عبارة عن جملة صحيحة. نمر إلى تمرين آخر، تمرين تطبيقي الثاني، والذي يتمثل في مولد أو في رسم تذبذب مرتبط بمولد، ونعاين على شاشة رسم تذبذب الشكل التالي، بحيث أن الحساسية الرأسية لهذا رسم التذبذب هي 3 فولت بالنسبة لكل تدريجة واحدة، والحساسية الأفقية لهذا الرسم التذبذب هي 1 ميلي سيكوند بالنسبة لكل تدريجة واحدة. السؤال الأول طلب منا تحديد طبيعة توتر الممثل في مبيان هذا الرسم أو هذا الجهاز. السؤال الثاني طلب منا حساب قيمة التوتر القصوي إيماكس المبينة في المبيان جانبه، كذلك القيمة الفعالة للتوتر إيفيكاس، ثم نحسب الدور ونستنتج قيمة التردد. إذن من خلال المبيان أو المنحنى الممثل في المبيان شاشة رسم التذبذب نلاحظ هنالك تموجات منتظمة ومماثلة حول محور الزمن، مما تدل على أن قيمة التوتر تتغير بدلالة الزمن. نقول إذن أن التوتر في هذه الحالة هو توتر متناوب جيبي، لأنه يشكل لنا تموجات وجيوب، لهذا فهو عبارة عن توتر متناوب جيبي. لحساب قيمة التوتر القصوي إيماكس نستعمل العلاقة الرياضية التي قمنا بالتعرف عليها خلال الدرس، إيغريك عدد تدريجات انطلاقا من المحور الزمن إلى أعلى قيمة محددة من طرف المنحنى مضروبة في الحساسية الرأسية. بما أن الحساسية الرأسية هي 3 فولت بالنسبة لكل تدريجة، ونلاحظ من خلال المبيان أن عدد تدريجات هما 3، إذن فإيماكس تساوي 3 تدريجات في 3 فولت بالنسبة لكل تدريجة، أي إيماكس تساوي 9 فولت. السؤال الموالي طلب منا استنتاج قيمة التوتر الفعال. لحساب قيمة التوتر الفعال نستعمل العلاقة الرياضية إيفيكاس تساوي إيماكس على 1.41، ويمكن كذلك استعمال جهاز الفولتمتر، ولكن نستعمل لتطبيق هذه العلاقة نستعملها، بحيث أن إيماكس كما ذكرنا في السؤال الذي سبق إيماكس تساوي 9 فولت مقسومة على 1.41، إذن إيفيكاس تساوي 0.38 فولت. سؤال موالي طلب منا حساب الدور الطي. لحساب الدور الطي نستعمل العلاقة تي تساوي X فو S H. X تمثل عدد أو المدة الزمنية المستغرقة من طرف المنحنى لاسترجاع، من طرف التوتر الكهربائي عفوا، لاسترجاع نفس القيمة وفي نفس المنحة، بينما SH هي الحساسية الرأسية انطلاقا من الشكل جانبه. نلاحظ أن عدد تدريجات تمثل لنا 5 تدريجات، والحساسية الرأسية هي الحساسية الأفقية هي 1 ميلي سيكوند بالنسبة لكل تدريجة. إذن فالقيمة ديال الضوء تساوي 5 في 1، إذن هي 5 ميلي سيكوند. نحسب الآن أو نستنتج قيمة التردد F. لدينا لحساب التردد F نستعمل العلاقة 1/T، أي مقلوب الدور. لكن قبل الحساب هذه أو قبل تطبيق هذه العلاقة يجب علينا تحويل الدور T 5 ملي سكوند إلى الثواني، ولنقوم بهذه العملية نقوم فقط بالقسمة 5 على 1000،
إذا تعطينا 0.005 سكوند، إذا نضربها في الحساسية أو عفوا نقوم بحساب تردد 1 على تي، 1 على 0.005 أي 200 هرتز. نقوم بتذكير أن دائما لا يجب نسيان الوحدات، فالوحدات هي التي تبين لنا طبيعة العدد المقدار الفيزيائي الموجود عندنا. نمر إلى تمرين آخر يمثل رسم تذبذب أسفل توترا جيبيا تردده 500 هرتز وقيمته القصوى هي 20 فولت. عندما نقول أن القيمة القصوى إيماكس تساوي 20 فولت أي أن هذه القيمة تمثل لنا 20. فبالنسبة لهذا التمرين طلبوا منا حساب الحساسية الرأسية SV والدور T ثم الحساسية الأفقية SH. بالنسبة للسؤال الأول سنقوم بحساب الحساسية الرأسية SV، نستعمل العلاقة الرياضية Emax تساوي Y عدد تدريجات انطلاقا من المحور الرئيسي إلى أعلى نقطة موجودة في الميبيان Y مضروبة في الحساسية الرأسية. هتكون عندنا الحساسية الرأسية تساوي Emax التوتر الفعال مقسوم على عدد التدريجات، بحيث أن عدد التدريجات تساوي 2 أي أن 20 فولت مقسومة على تدريجتين، إذا الحساسية الرأسية تساوي 10 فولت بالنسبة لكل تدريجة. السؤال الموالي طلبوا منا حساب الدور T، بما أن F التردد يساوي مقلوب الدور، إذا فالعكس صحيح أن الدور يساوي هو مقلوب التردد، إذا 1 على 500 هرتز، إذا فالدور يساوي 0.002 ثواني أي 2 ملي سكوند. وأخيرا لحساب الحساسية الأفقية، نعلم أن الدور يساوي عدد التدريجات التي يقوم بها التوتر لاسترجاع نفس القيمة ونفس المدة مضروبة في الحساسية الأفقية، إذا فالحساسية الأفقية تساوي لنا الدور T مقسوم على عدد التدريجات. كما نلاحظ من خلال الشكل أن عدد التدريجات هي 1 2 3 ثلاث تدريجات، والدور T كما حسبنا كما قمنا بحساب في السؤال السابق هي 2 ملي سكوند. إذا فالحساسية الأفقية تساوي 0.67 ملي سكوند بالنسبة لكل تدريجة. وبهذا نكون قد ختمنا حصتنا اليوم، وشكرا على المتابعة إلى درس لاحق إن شاء الله.